السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله وكفى وسلام على نبي الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى، على صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد اخوتي الكرام، هنبتدئ ان شاء الله بدروس الليليه ومع سنن النبي صلى الله عليه وسلم. وانا دائما كنت اقول للاخوه الذين يشغلون انفسهم بما لا يرتفعون به عند ربهم جل وعلا، ما ارتفع النووي الا بالتزامه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وارتفع ابن الملقن وعلى الحافظ بن حجر وعلى الذهبي وعلى هؤلاء إلا بتمسكهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما عرف النووي إلا برواية صالحين وصحيح مسلم، الخطابي البيهقي، كل هؤلاء فقهاء المحدثين في الشافعية يعني اعتلوا مناصب العلماء أو عرش العلماء بعلوم، كان ذلك بتمسكهم بالسنة النبوية. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. لذلك الهدف المنشود الآن والمأمول بفضل الانتهاء من الكتب الستة، نسأل الله أن ييسر لنا جميعا ذلك. ما زلنا مع سنن أبي داود. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، صلى الله عليه وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم. غفر الله لشيخنا ولوالديه وللحاضرين. قال الإمام أبو داود رحمه الله: كتاب الأدب. قال: باب في الرجل يقوم للرجل من مجلسه أو عن مجلسه. قال الإمام رحمه الله: حدثنا مسلم بن إبراهيم. مسلم إبراهيم الفراهيدي هو من ثقات الأثبات، روى له الجماعة. قال حدثنا شعبة. شعبة أمير المؤمنين في الحديث، وهو من الثقات الأثبات من النبلاء، كان يرى بأن التدليس كذب، أرواحه الكذب. نعم، قال: يا الناس، أحسب أحدكم أنه يدلس في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بين أظهركم؟ عن عبد ربه ابن سعيد. وعن رب ابن سعيد هو من الثقات الأثبات، روى له الجماعة. عن أبي عبد الله مولى لآل أبي بردة. عن سعيد بن أبي الحسن. سيدنا الحسن حسن أخو الحسن. نعم، بس ما القول ما فيه، وحسن حديث عرفت. قال: جاءنا أبو بكرة رضي الله عنه. أبو بكرة رضي الله عنه أرضاه، وأتى به، لأنه أبو بكرة تعلمون من الصحابي الجليل اللي هو في مسألة المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أرضاه. نعم. قال: جاءنا أبو بكرة رضي الله عنه في شهادة، فقام له رجل من مجلسه فأبى أن يجلس فيه، وقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسح الرجل يده بثوب من لم يكسه. قال الإمام رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة أخو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف. نعم، عثمان ثقة كأخيه. أن محمد، ما قيل فيه بأنه ما كان يحفظ القرآن، الذهبي رد ذلك، وهذا مردود، حقا مردود. نعم. أن محمد بن أبي جعفر، محمد جعفر وغندر وهو من أصح الناس كتابا في الأعمش في شعبة، قال أنه حدثهم عن شويبة. من شويبة؟ ما أعرف شويبة، ما أعرف. نعم. عن عقيل بن أبي طلحة. عن شعبة من شعبة من لا تصحيح ما هي أكيد ما هي شعبة أخوان أو لا فرعب سلسلة شعبة شويبة دي جت منين مشا يمكن السمك هو اللي عملها كده. قال عن شعبة. لا والله شعبة أمير المؤمنين في الحديث، ثقة زوج الأمير، رواه الجماعة. سنة أبو داود أبا الوليد. عن عقيل بن طلحة. نعم. قال كما مر في الحديث. نعم. قال: سمعت أبا الخصيب. يعرف. عن ابن عمر رضي الله عنه. عبد الله بن عمر رضي الله عنه صحابي من صحابي، وهو الأثري. عبد الله بن عمر من السبعة المكثرين عن النبي الأمين، وهو من العبادلة الأربعة. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقام له رجل عن مجلسه فذهب ليجلس فيه، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود: أبو الخصيب اسمه زياد بن عبد الرحمن. الحمد لله تعالى، أبو داود أرحنا في أبو الخصيب، وبين من هو أبو الخصيب. هذا الباب أيضا من تمام أبواب الجلوس والآداب وجلوس في الطرقات، كما هنا صدر النبي صلى الله عليه وسلم باب في هذه الأبواب في الكلام على آداب الجلوس وقلنا أن هذا
دلالة على سعة الشريعة الغراء، وأنها ما تركت شريدة ولا وريدة ولا شاذة ولا فاذة إلا أتت بها، لا سيما الكلام على فضل أو آداب الجلوس. منها ما حديث ما الأول أن أبا بكر رضي الله عنه رضاه جاء في شهادة فقام له رجل من مجلسه، جاء في شهادة أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، يعني عشان تعلم بأنه أيضا في مسألة الشهادة أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه من الذين تقبل شهادته، لقول الله جل في علاه قال وألزمهم كلمة التقوى وكانوا حق بها وأله، وأن أبا بكر من الصحابة الأجلاء رضي الله عنه وأرضاه، لكن هو مجلود في حد، والحد هنا هو القذف، حد القذف، حد القذف العلماء اختلفوا فيه في هذا الباب، وكيف تكون التوبة، والتوبة توبة القذف يكون بتكذيب نفسه، توبة القاذف ليس بالحد، لكن زيادة على الحد أن الحد كفارة، لكن لا يكون توبة القاذف إلا أن يكذب نفسه وهو ما ارتضى، وحتى أنه في الثلاثة كان منهم أخوه من أمه ما كلمه حتى مات، ما كلمه حتى مات، لأنه ما كذب نفسه حتى لو كان صديقا في نفسه لا تكون التوبة إلا أن يكذب نفسه، يعني حتى أنه لو شهد عيانا لابد أن يكذب نفسه، لأن خلاص الكتاب قد جاء فلابد أن يعمل بالكتاب، الانقياد للكتاب هو الأهم في هذا الباب. فلذلك طلب أنه يعني التوبة تكون هذه التوبة أنه يكذب نفسه، أنه يكذب نفسه. فهنا قال له عمر الخطاب تب أقبل شهادتك، قال تب أقبل شهادتك. فجاء أبو بكر رضي الله عنه للشهادة، فقام رجل من مجلسه، قام له رجل من مجلسه، وطبعا هذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، مسألة عمر الخطاب كانت بعدما مات النبي صلى الله عليه وسلم، جاء فقام رجل مجلسي فأراد أن يجلس فأبى أن يجلس فيه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، استغفر الله، لا هذه ليست ظاهرة، فقام من مجلسي فأبى أن يجلس، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، يعني نهى عن هذا الأمر أن يقوم الرجل. هنا فيه قام رجل مجلسي، فيها باب إنزال الناس منازل، فقام رجل لأبي بكر رضي الله عنه وارضاه، فيها أولا كما قلنا إنزال الناس منازلهم، إنزال الناس منازلهم، وهذه مسألة مهمة جدا في إنزال الناس منازلهم، وأنهم عرفوا قدر العلماء، وأن الصحابة رضي الله عليهم هم أفضل الصحابة، هم أفضل الناس على الإطلاق، لذلك قام له. وهذا أيضا فيها دلالة أن القيام للرجل الذي لا يريد أن يتمثل الناس له قياما بأنها على الجواز وليست على غير الجواز. الأخ أنا ما أترك الدرس لأي أحد عشان ننتهي. فالنبي صلى الله عليه وسلم في نهيه قال من أراد أن يتمثل الناس له قياما فليتبوأ مقعده من النار، من أراد أن يتمثل الناس له قياما فليتبوأ مقعده من النار. فقلنا هذا مخصوص بمن أراد ذلك، بمن أراد أن يتمثل الناس له قياما، أما القيام لمن يستحق القيام له لفضله لعلمه لوجاهته لمكانته لكبر سنه فهذا جائز، هذا جائز من باب عموم أمرنا أن ننزل الناس منازله. وأيضا ما حدث واقعا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخلت فاطمة عليه قام واستقبلها وقبلها بين عينيها وأجلسها مكانه، وكان إذا دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم قامت فقبلته بين عينيه وأجلسته مكانها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم فأجلسوا. وأيضا قد ورد القيام طلحة رضي الله عنه، طلحة الخيب لما نزلت توبة كعب بن مالك رضي الله عنه قام عليه، قال ما نسيتها له فأقبل عليه متهللا فرحا. فهنا قام أبي بكر لمعرفة مكانة أبي بكر، ولأن الصحابة قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم هم أفضل الناس، هم خير الناس على الإطلاق، قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي أصحابي لا تسبوا أصحاب، وقال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. لذلك قام المجلس فأبى أن يجلس، لما قام المجلس احتراما له لكنه أبى ليعلمه، أبى أن يجلس، وقال النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. والحق أن النهي ليس على الإطلاق، يعني أبو بكر لم يرد ذلك بالإطلاق، وإلا فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم على أن يأتي الرجل، أن يقيم الرجل من المجلس فيجلس مكانه، أصل النهي هنا ها عام رجل خصوص، أبو بكر ما قصد ذلك لكن أراد أن يعلم، فهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم زيد عمرا من مكانه فيجلس مكانه، هذا فقط الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن في هذا لا هو حق به، ولذلك النبي قال من سبق إلى مكانه فهو حق به، هذا النهي. أما إذا قام طواعية ليجلسه فهذا جائز، هذا كله من باب التقصير الشرعي، إلا يأذن قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يخطب أحدكم خطب أخيه إلا أن يأذن الخطب، فهذا من باب الحق الذي له أسقطه من أجل أخيه، هذا من باب الحق الذي له فهذا جائز. لكن أبو بكر
أراد أن يعلم الجميع مسائل الدين في هذا الباب بأنه أبى أن يجلس، وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسح الرجل يده بثوب ما لم يكسه. وهذا أيضا فيه أدب آخر من الأداب، لأنه فيه النظر إلى الغير وعدم الإضرار بالغير. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسح الرجل يده بثوب أخيه، ويمسح يده إن كان فيه ما فيه زهومة الطعام أو غير ذلك، أو يكون اليد فيها شيء فيمسح يده في ثوب أخيه. قال الثوب الغير ملبوس، وهذا معناه أنه ثوب جديد، فيمسح فيه، فهنا يذيء من باب قطع كل أسباب الضرر للغير، قطع كل أسباب الضرر للغير. لذلك قال ونهى أن يمسح الرجل يده بثوب أخيه. وهذه فيها دلالة واضحة، هذه أداب رفيعة جدا سامية في ديننا في هذا الباب، لمحاولة المؤمن ألا يتعدى على حق المؤمن، لا يتعدى على حق المؤمن ولا يضر المؤمن في هذا الباب. الحديث الثاني في الباب وهو بأن الرجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، فقام رجل من مجلسه فذهب ليجلس، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم. هنا جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال ذهب ليجلس، فقام له رجل من مجلسه فذهب ليجلس فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا النهي من النبي صلى الله عليه وسلم فيها شيء من التعليم والتأديب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقيمن الرجل أخاه من المجلس ثم يجلس فيه، وكان الرجل يقوم لابن عمر فلا يريد، فابن عمر كان لا يرتضي بذلك ولا يجلس في المكان الذي قام منه أخوه. هنا صراحة لو نظرت دقيقا أيضا ترى أنه عام يريد إرادة بالخصوص. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقام له رجل من مجلسه فذهب ليجلس فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه حق قد أسقطه الآن، ظاهر حديث الجواز، ظاهر الحديث أنه قام من غير أن يقيمه، لا سيما وأنه خضرت في تاريخ الخلفاء، ونحن يتسامح في مسائل التراجع في تاريخ الخلفاء بأن علي بن أبي طالب دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يجلس بأبي هو وأمي وبجانبه أبو بكر، فدخل عمر والمكان مكتظ، فدخل علي بن أبي طالب دخل علي بن أبي طالب فنظر يمينا يسارا فلم يجد مساحة لأن يجلس، فقال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه ها هنا أبا الحسن، وأفسح له المجال، ها هنا أبا الحسن. لما يبتسم السلام أبا بكر ويقول يا أبا بكر لا يعرف الأهل الفضل فضلهم إلا أهل الفضل، لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا أهل الفضل. فيها دلالة واضحة جدا على أن السلام أذن له بذلك، فيكون هنا الحديث ليس على عمومي، أراد السلام أن يبين أنه لا يكون، يعني هذا الحديث فيه فقه من وجهين، الوجه الأول كما قلنا التعليم العام، الوجه الثاني مهم جدا، ما هو؟ وتوضع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أنا أريد الفقه، هذا خلق وأدب، ما هو ما رسالة؟ صلي مرة أخرى. أنت شارد، أنت ديتك معانا 10 دقائق وبعدها قلت هنا من الفقه، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقام رجل له من مجلسه فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مكانه، مع أننا قلنا بأن أبو بكر قام، وأيضا المسألة ثابتة على أن حق الشخص إذا أسقطه صح له الإسقاط وليس هي ثمة شيء. فقلت هنا فيها أمران، الأمر الأول التعليم العام صحيح، الأمر الثاني في قانون يعني في هذه المسألة، الفقه الثاني مهم جدا مع أن المسألة عام يراد بالخصوص. هات. ممتاز، شوف بركة ربنا بنزل بابا، هذا رجل ليس له سبيل للأسس العلمية، هي المسألة كلها بركة، فنقاء القلب ودرقة فتنزل في يضاد باب تنزل، جالس معنا لا يركز إلى 10 دقائق واشو إيه؟ لا بس هي خلاص هي جت ربنا أعطاها له، فانتهى الموضوع، أعطاه الله رفيع، فأنا قبلت البشر، وانا عارف اصلا بلمح من امامي، فهي المساله كلها على البركه، فجاء حقا سد سريعه، لان الحق اذا كان يمتلك المرء هذا الحق فاسقطه جاز اصول الشرع تقرره، اراد السلام ان يبين ذلك انه قد يكون سبيلا الى ان ياتي الاخر عندما ياخذ ذلك فيقيمه ويقيمه مكانه ويجلس، فاراد السلام حسم الماده وسد الذريعه، وبعد ذلك من الاداب يتواضع عليه الناس، فيكون المساله انه لو قام له فاجلسه صح ذلك، وكان ابن عمر يفعل ذلك حسب الماده وسد الذريعه، كان ابن عمر اذا قام رجل من مكانه ليجلسه يقول له لا اجلس، حسب الماده وسد الذريعه،
في هذا في هذا الباب. لذلك ترى أن من الأداب هو أمران مهمان يستنبطان من هذه الأحاديث. الأمر الأول معرفة الفضل الأهل، معرفة الفضل الأهل، وإلا فالتابعون يمدحون على ما فعلوا مع أبي بكر وقاموا له، كما أن أبا بكر يمدح على ذلك ويقول ها هنا أبا الحسن، مع أن الإجماع على أن أبا بكر أفضل من علي. لكن جيبوا أنت هنا الفاضل تراه يعرف فضل المفضول، الفاضل يعرف فضل المفضول. ولذلك عثمان لما جلس وأبو بكر يموت على مشاف الموت كتب، فقال ما كتبت؟ بعدما استفاق أبو بكر قال ما كتبت؟ كتبت أنت؟ يعني أنت تقول؟ قال لا كتبت عمر. قال ولو كتبت أنت لكنت خليقا به. معرفة الفضل الأهل، الإنصاف في هذا الباب، الإنصاف في هذا الباب. والأمر الثاني وهو أنه لا يتعدى أحد على الحق، أحد لا يتعدى أحد حتى في المجلس، حتى لو كان في المجلس. والحق أن أقول بأن للمرء أن يستأجر رجلا أن يحجز له المكان، له ذلك للمرء، هذا على الجواز، على الجواز أن بماله. الرجل صلاة الجمعة يريد أن يجلس أمام الإمام، ممكن يأتي برجل من العمال يقول له اجلسي في الصف الأول أمام الإمام ولك 10 جنيهات. هم يفعلون في الاستاد ما يفعلون في الصلاة، وشوف ما يفهمون ما يفقهون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال لي أقول الأحلام والنواة، فلا أدخل في الخلاف، أنت اجلس في هذا المكان وهذا مكان، سأتي وأعطيك الأجرة في ذلك، له ذلك، لا أن يستأجر. نعم يأخذ نور الأجرة ويجلس في مكان، هذا خاص استئجاره الآن، استئجار الحجز مكان يجوز بذلك. الفاضل المستنبط، وبعدين نتكلم الفاضل المستنبط. فضل أبي بكر الثاني، فضل التابعين الثالث، الفتوى بالدليل. وهذا هو العلم بحق، هذا هو العلم بحق. أنت إن كنت ناقلا لا تعلم، مقلد اسكت. الفتوى بالدليل، العلم بالدليل، علمك الذي يدل على علمك، فهمك ليش للدليل. حسب إيه؟ حسب المادة وسد الزريعة. مسألة مهمة جدا ببركة الشيخ نصير، بس إيش ده جاءت فيوضات بتنزل رب لا هو القلب يا من الفوائد أيضا تعليم الولي الرعية، تعليم الولي الرعية من وين؟ فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان، يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم، بقدر الهمم، فإن الهموم بقدر الهمم، فإن الهموم بقدر الهمم.